السيد النائب سعيد العبودي موجود؟ أشكرك يا سيادة الرئيس. وفي الحقيقة أنا بحب أتوجه بالشكر فعلا لمعالي الدكتور أيمن بيه أبو العيلة سيادة المقرر وهو مقترح القانون، وبشكر لجنة الصحة بالكامل، وبشكر كل السادة النواب. في الحقيقة هو ده الدور الحقيقي بتاع مجلس النواب، إن إحنا أقسمنا في القسم بتاعنا مش كده الحفاظ على المواطنين والحفاظ على الشعب. إحنا كده بنحافظ على صحة المواطنين، خصوصا إن مصر يا سيادة الرئيس مصر تعتبر من الدولة مكانة الثالثة في الأعشاب على مستوى العالم، هضبة التبت الأول والمثلث في القرن الإفريقي الثانية، ومصر فعلا في المكانة الثالثة. الفوضى في الإعلانات على الأعشاب والأدوية بكافة أنواعها والخدمات الصحية زي ما بنشوفها على القنوات الفضائية دي هتبوظ المكانة بتاعت مصر. وفعلا القانون دوت احنا في شد الحاجة ليه بناء عليه سيادة النائب. ومع الاحترام مع الرأي القائل ان ادماج القانون في حماية المستهلك، لا، الصحة مهمة ولابد من افراد قانون خاص بيها لاسباب كتيرة، وسيادتك اعلم مني في الناحية الدستورية. وشكرا يا سيادة الرئيس.